السلام عليكم متابعي قناة شوف تيفي، صباح الخير عليكم مجددا. صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة، صباح التيسير، صباح السعادة لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تيفي. أجواء باردة صباح اليوم الثلاثاء من قلب عاصمة الشاوية سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها اننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء، وكنقلوا لكم هذا البث المباشر من عاصمه الشاويه سطات الولافه. سطات هذه هي الاجواء من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه. اجواء بارده صباح اليوم الثلاثاء. بغينا نعرفوا الاجواء كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم. بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تيفي. حد سعيد وموفق للتلاميذ، الوليدات اللي التحقوا بالمؤسسات التعليمية ديالهم، الناس اللي التحقوا بالعمل ديالهم، كنتمنوا لهم حد موفق للجميع. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه، اللي من خلالها اننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الكرام. كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل. كنقلوا لكم هذه الاجواء على امل اننا نعرفوا الاجواء كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم. بالنسبه لهنا المدينه ديال سطات، كيف كتشوفوا على المباشر متتبعينا مشاهدينا الاوفياء، اجواء بارده صبيحه هذا اليوم الثلاثاء من قلب مدينه سطات العاصمه ديال الشاويه. بغينا نعرفوا الاجواء كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم، ومنين كتابعونا، منين كتابعوا قناه الشعب، قناه شوف تيفي. بعد يعني الاستعدادات الاولى لالتحاق التلاميذ الوليدات المؤسسات التعليميه ديالهم، كنتمنوا لهم حظ موفق للجميع. الناس اللي كيلتحقوا بالمؤسسات التعليميه، المدارس، الوليدات، يعني كنتمنوا لهم حظ موفق وحظ سعيد. عام دراسي جديد بالمزيد من العطاء، المزيد من يعني الازدهار، والمزيد من النجاح بالنسبه للناس الوليدات اللي كيلتحقوا بالمؤسسات التعليميه ديالهم. كنتمنوا لهم حظ موفق للجميع. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء من قلب مدينه سطات عاصمه الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه، اللي من خلالها اننا كنحييكم، من خلالها اننا كنقلوا لكم هذه الاجواء متابعينا مشاهدينا الكرام. كنقلوا لكم هذه الاجواء على امل اننا نعرفوا الاجواء كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم. هنا بالنسبه للمدينه ديال سطات اجواء بارده، كانت ضبابيه صباح اليوم في الساعات الاولى من صباح اليوم. يعني الاجواء بارده خصوصا يعني مع انتهاء هذا الصيف وبدايه الموسم الجديد. كنتمنوا لكم التوفيق، كنتمنوا لكم حظ سعيد. هدفنا من هذا المباشر صباح هذا اليوم اننا كنقلوا لكم الاجواء، وفي نفس الوقت كنحييكم وكنقول لكم صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة، صباح التيسير، صباح الأمل، صباح التفاؤل والسعادة. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية. الشاوية اللي من المناطق المهمة يعني بالمغرب. الشاوية اللي كتعتبر خزان الحبوب المغرب، واللي كتحتوي على واحد المناطق الشاسعه، اراضي خصبه، كيف ما كيقولوا لها يعني خزان الحبوب بالمغرب. الشاويه لصيفات كيصيف المغرب، ولا كانت بالنسبه للمنطقه ديال الشاويه يعني عرفت واحد التساقطات المطريه، وكانت يعني كان العام زين. يعني راه بالنسبه للمغرب كيكون العام زين. كنقول لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء من قلب مدينه سطات عاصمه الشاويه لاجواء صباح هذا اليوم، اجواء صباحيه مثيره ورائعه من قلب المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء من قلب مدينه سطات. كنحييكم على التواصل، كنحييكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه. الناس اللي التحقوا بالعمل ديالهم يعني كنتمناو لهم التوفيق. الناس اللي التحقوا بالعمل ديالهم كنتمناو لهم التوفيق، كنتمناو حظ سعيد للجميع، خصوصا الناس اللي التحقوا بالعطل يعني من بعد واحد القضاء ديال عطله. الناس يعني اللي كيلتحقوا بالعمل ديالهم كنقول لهم مزيد من التوفيق والتألق. كنشكركم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تابع على التواصل، كنشكركم على التفاعل. هذه هي الاجواء صبيحه هذا اليوم الثلاثاء من قلب مدينه سطات عاصمه الشاويه. كنقلوا لكم الاجواء على امل اننا نعرفوا الاجواء كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم، واش كاين شي حراره، كاين شي برد، كاين شي شتاء، كاين شي امطار ديال الخير، واللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه الله يرحمنا، الله يغيثنا، الله يسقينا غيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب. نتمناو البدايات الاولى من شتنبر واكتوبر يعني تكون بدايات جيده ويكون عام فلاحي جيد. كنشكركم على التواصل متتبعينا مشاهدينا الكرام من قلب مدينه سطات عاصمه الشاويه. هذه هي الاجواء متابعينا الكرام، هذه هي الاجواء من قلب مدينه سطات العاصمه ديال الشاويه. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر. حركيه هذه يعني خصوصا الناس اللي كيلتحقوا بالاماكن ديال العمل ديالهم، بالمقرات ديال العمل ديالهم، بالمؤسسات، كنقولوا لهم حظ موفق وسعيد وبدايه يوم موفق. وإلى اللقاء في بث مباشر آخر، دمتم في رعاية الرحمن. تحياتنا للجميع.